مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. لازلنا في المنزل ديال عائلة سناء 12 سنة، وأنا غنشوف مع الأم. إذا كان ممكن تعاودي لي على القصة ديال الرجال اللي دوزتي الحبس أنت وياه، كيفاش؟ دوزنا الحبس أنا وياها، جابت بنتها دازو من حدايا، بقاو تيسبو فيا تيعايروني. خرجت هكايا مور محالي، جاو شدوني قالوا لي اجي تنقلبوا عليك، تحاماو عليا. صافي راجلي مسكين كان بعيد سارح البهايم، وبقى تيغوت شاد هك القلب وتيغوت، وعتقو عتقو الروحه تيغوت على الشهود وشد القلب ديالو بحال هكا وتيغوت على الناس، قبطوا شهادكم قبطوا شهادكم. تحامات عليا هي والبنت، صافي نتفوني ماشي مور المحل ديالي، مزوزين بهايمهم وتيدوزوهم مع بها في وسط الدرا ديالي. هادشي شحال من عام دابا داز عليا؟ تكون دابا تكون شي اللي تكون دابا شي 38 ولا عام باش تعاركنا الغوته. باقي انا ما عديش الولد. ومن موراها تصالحتوا وكتلاقيهم كيجيو لعندك؟ صالحنا ولينا خاوه، ولينا نوض قعود لهيه ونوض بحال هكا، وما هما وليداتهم ما تيخرجوش من الدار ديالي. هي تاني هكاك دايرين عليا طريق، اللي جا عطينا هالي تنعطيهم، تنقول العروسه ديالي عطيهم بنتي الجار على الجار عطيهم، تيجيو عدي بحال هكايا ولينا خاوه وحده. الناس عاوتاني كيسولوا بزاف، تيقول لك هاد البنيه اللي حملات وصلت ل 8 شهور كيفاش ما شفتوهاش حامله؟ كيفاش ما شفناهاش؟ كون انا شفتها بحال اللي تقدمت اليوم نتقدم، كون تقدمت ساعه اللي جرى لبنتي هذاك الشيء، كون تقدمت بحال هاد الساعه هذه. انا ما عقتش بها، كون عقت بها علاش نخليها تال تدير هك؟ كرة عقت بها نهار الاول نديها عند مالي الوقت. واخ انا ما عقتش بها. عروستك اللي يمها الناس كيسولوا عليها بزاف، هي واخا قالت لهم ودي راه كنخدم من 4 الصباح حتى 4 العشيه، ولكن هذه البنت علاش ما شافتش شي حاجه؟ ما عمرها بدلت ليها هي، ما شافتش حاجه بلا البنت، شي حاجه عندها في كرشها ماشي هي؟ البنت تتبدل هي راسها ودير هكايا، تتبدل راسها وتعوم راسها. احنا عندنا ذاك الحمام عادي، عندنا واحد هكايا اللي والي اللي يدخل تيعوم، انت واحد ما تيحك الواحد، تيشدوا هذيك ديال الحكان ديال الدار تيحكوك اللي دخل هذاك الوليد، هذوك الوليدات تيدخلوا تنديروا لهم الماء في البانيو ونخليهم يعوموا. صافي واخا واحد الحاجه اخرى طلبتيها مني قلتيها لي وجاتني غريبه. قلتي لي اللي نسيت ديك المره ما قلتلكش بالله، راه طلبوا مني الزواج من البنت ملي وقعت، كيفاش؟ صافي جا نيت الولد قال لي امي راه البنت حامله، انا سمعتها من السوق. ولد محمد هذا ولدك؟ ولدي هذا راه قالوها ليا. جا صابني تنخبز، قلت له ولدي انا كيفاش حامله؟ مالهم ما عاقوش بيها؟ مال كانت عدي الموتة حتى واحد ما عاق بيها؟ تا واحد ما قال لي راه بنتك حامله، لا حبابي لا هذاك الشيء، لا تا واحد ما قالها لي. والبنت تقول ما حاملاش، كون شديها انت تقول لها البنت راه ما حاملاش، هي قدهك وما مبيناش. صافي قلت ليها ورصا ولدي، قلبت ليها الكريشه ديالها، ما شويه ما عندهاش الكرش، تقلبت ليها البزيزلات ديالها صتهم دايرين، قلت ليها البزيزلات عندها كحل ما مبيناش، نحط ليها يدي كريشتها ما مبيناش. صافي قال لي امي غنمشيو نديها للطبيب، قلت ليه انا دابا لحد ولدي تا الاثنين، ديناها الاثنين نهار الاثنين ديناها الطبيب، تا هكا دوز ليها الطبيب قال لي البنيه راه حامله. صافي كان باها صافي ضربوا الضو، بقات يبكي تيقول لي ان الطبيب سير دابا جيب لي تصاور البنت وسير
صاوب الشغل ديالك صافي وغادي تيبكي، شديناها المصور وغادي تيبكي والناس يشوفوا فيه وغادي تيبكي. قلت له ولدي ما حماقش هذيك النهار، حمد الله وشكرتك يا ربي. امتى جاو عندك انت على الجواج؟ واش انت مشيتو للجدارميه ولا ملي قلتوها ليهم مازال ما مشيتوش ولا كيف؟ عاقوا بها تبعونا حتى للطبيب، دايرين شغل لعند الطبيب. خرجنا جنا تصاور عطيناهم الطبيب، خرجنا عند مول المقال باش نديروا ليها هذاك. تجمعوا علينا واحد نسيبتهم واحد جارنا هذا وهذا ونسيبو. لا اجيو لهنا اري لاقيو البنت مع الولد، وعلاش غتكربصو وعلاش غديرو؟ اري لاقيو البنت مع الولد. شكون الولد؟ شكون الولد اللي كيقصدو هما؟ شكون الولد على ما كيدويو؟ تيدويو عليه حنا البنت قالت لينا يوسف هذاك سميته هو، الولد واحد في الاول قالت لكم يوسف. واه يوسف. يوسف يعني شكون؟ ولد اختها؟ ولد جارتك؟ ولد اختها؟ لا ولد بنتها. هذه دابا جارتي. يوسف ماشي هو اللي مجوز؟ لا اللي مجوز هو كريم. هو كريم. هو كريم هذا ما مجوز. صافي وعلاش جيبوا علاش هذا الشيء وراني نعطيك؟ لان ما نقدرش دابا، انا درت هذا الشيء القانون. صافي غنتبع المخزن. نعم نتبع المخزن. هادشي ملي قالوه لك انت ما كانش معاك محمد، كنت بوحدك. ولدي انا تيصاب الوراق، ولدي راه شاد الوراق بحال هكايا. جا هنا قالوا لي يا محمد اجي لهنا، اجي لهنا محمد، راه هنا نمشي نلاقيو البنت اش بغيتي هذا الشيء مع الولد. قال لي ما انا دابا صافي غندير القانون ديالي. صافي دابا انت هنا فين تقفلتي معاهم؟ صافي مشى ولدي ندير هكايا، قالوا ليه اداها باش يدفع هذيك الشكاية. صافي ما بغاوهاش ليه، قالوا لي يا سيدي الرباط حنا ما عندنا ما نديرو بهاد الرباط. الرباط سير دي هاد الشكاية سير دفعها للرباط. صافي دفعها وحنا جات البنت ديناها جناها. صافي هذيك الورقة قالوا ليها الورقة غتديها للجدرمية. شادها للجدرمية حنا دايرينها الولد. صافي الولد واحد اللي درنا. صافي دخلوا البنت ديتها مع الصباح، شدوا البنت دخلوها من الصباح هما معاه مع البنية. صافي تل نقول لك ما نعرف الخمسة ولا ستة. صافي راه غرب الحال هما معاه شوية. جيت أنايا جا الولد قلت ليه البنيه وانت كيكون مسكينه شوفوا. قال لي لا حنا مع دابا كوني هانيه راه ولات على حسابنا البنت، راه ولات ماشي بنتك. سيري لاله بعدي منا ليه، البنت راه ولات على حسابنا. صافي نهضوا فيا مشيت انا خارجه. صافي خليتهم امشوا شويه هما يجيبوا هذاك يا هذاك الطفل هذا يوسف جابوه. صافي قلنا حنا قضية صافي هما يجيو. هادي النيت هذا هادي ناناه وحنينو وعمامو. قلت لك جوج طوموبيلات دايرين. صافي الولد غي بغاو يجيو بجوه، بغاو يجيو بجوه لي. صافي هذاك الشيء وبقى بحال هكايا شوية. قالوا لينا هما غي يجيبو لجاركم. شوية جابوا النيت هذا كريم. أنا فين شفت هذا قلت هذا راه ولدي، هذا ما غيدير حتى حاجة، هذا حتى حاجة. حنا راه ربي العالم ما قلنا ليه قولي هذا ولا هذا ولا هذا. قالت لينا ولد واحد تبعنا. وهي عند الجدارمية جبدات عدين أخرين. جبدات هذا كريم وجبدات هذا جارنا هذا هكا. جبداتهم قلت لك من الصباح هما معها مع الطفلة. واخا شكرا لك. شكرا لك الله يحفظك. انا عطيتيني اللي مهم. مشاهدينا الكرام غادي نشوف مع محمد هذه القضيه ديال الزواج كيفاش. نعم صحيح، هذا نهار وقعت لبنتي الواقعه، ونهار قال لي السيد في السوق جينا هنايا بالليل النيس ما سمعوا النيت الاخبار ما جاوش عندنا ديك الليله. لا غدا في الصباح مشيت عند الجدارمي
مشيت عند الجدارمية، درت الشكاية عادية، دفعت على الجدارمية. شوية بقينا منيت على بنتي، نيت بقينا تم، بقيت انا بقيت مريح، نيت في القهوة. الشكاية دفعتيها للجدارمية ولا الرباط؟ دفعت في الأولى دفعتها للجدارمية، الحد كان لقانا الحد، باقي ما وصلت الاثنين، حيت انا سقط الخبار بس السبت والحد لقانا الحد. مشينا نيت بعدها لتما الجدارمية، الحقت هذيك الثلاثة ولا الربعة انا مريح، نيت مشيت تقهويت. صافي قال لي صافي سير، ما غنمشيوش معاك دابا، تدوز 24 ساعة عاد نهبطو معاك نشوفو بنتك. هذاك الشيء اللي كاين شوية وما يجيو النيت، جاو عمام ديال هذاك السيد، جاو عمام هذا يوسف، وصلوا علينا تماك هنا، جابوا الدري والخالتي، مشاو جابوه من واحد ديال تيفلت، مشاو جابوا الدري والخالتي، جابوا ونسيبو، جابوا عمامو، جاو قالوا لي شوف قلت لهم بعدو مني، راه البنت ما نعطيهاش، وراه البنت ما صغيرة، وهذا الشيء درتو ليا راه نتبع معاكم القانون. صافي هذاك الشيء اللي كاين، صافي خافوا مني، مشاو بحالاتهم. فيش صالنا عاود تاني، بقينا تال المغرب، جيت انا والدري ولد خالتي، وصالت هنايا عاود تاني. ناض هذا ابو كريم، وصا نهارنا عاود تاني نهار الحد، نهارنا دينا الدريه للطبيب، وباقي ما وديناش للطبيب، وصلوا علينا هنايا في جنب الدار. مشى جاب بو هاد الشهبان اللي تباها، وجاو عندي بالليل، نقول لكم على العشاء ولا من مور العشاء، جاو عندي قال لي يا محمد عاد واجي عندنا وغادر معانا، وحنا شنو درنا لك وكذا وهادي. المهم مشيت عندهم تسنط ليهم، قال لك علاش ما تجوش هاد الدريه لهاد الدري. قلت لهم انا ما غنجوش هذيك الدريه لهذاك الدري، هذيك الدريه باقا صغيره ما غنجوجهاش. صافي بقاو قالوا يا كون غادرتي بحال ما هكا راه احسن لك. قلت لهم والو غنتبع القانون، وبنشوف بنتي غنديها للطبيب، لقيتها حامله راه ما نتفاكش معاه، ما لقيتهاش حامله الله يعاونكم، قلت لهم غندير المهم شهاده طبيه راه غنديرها. صافي ما بغيتش ليهم، مشى نيت هذا نسيب هذا بو هادي نيت بو نسيب هذا كريم، مشى بحالو. قال لي صافي اسمح لي انا راه جيت غا باش نلاقيكم. قلت له صافي هادشي ما فيه ما تلاقي. صافي مشى بحالو جا مع هذاك جارو اللي داك العربي، جا تا هو قال لك اودي راه شنو كون عطيتو لهاد الدريه راني حنا جينا عند هاد العبدين نيت، هاد العبدي محمد، هاد الراجل الكبير بو كريم، ما قدرش يجي عندي، صيفط لي غا الناس. قال لي كون خديتها لهاد الدري وهادي، وراه الناس دابا انت حاملها وكي غادير ليها وكي غادي. قلت لي انا صافي انا بنتي منين انا غدرتوني بنتي ما نتفاكش معاكم بالمخزن، قلت لهم بالمخزن غنتفاك معاكم، ولا ديتها للطبيب وسطها ما حاملاش ما صافي انا سامح ليكم، لقيتها حامله ما نتفاكش معاكم. لا بتنا لا غدا نيت مشى معايا نيت دري ولد خالتي من هنايا، مشاو هما نيت هذاك العربي نيت اللي جابو تيحزر بالليل، مشى جاب ولدو جاب الطونوبيل وهزو عاوتاني هذا محمد بو كريم، وهز امو وتبعونا لشهاده طبيه. احنايا عند البنت راها طالعه عند الطبيب، انا هبط لتحت لقاوني جابوا الناس، وعلاش هاد الدري ما متجوجاش هذا يوسف وكذا وهادي. قلت لهم انا ممنوع ما بغي، انا رفضتي في الاخر، عرفت لهم ما بغيتش. قلت لهم صافي، قال لك شوف شويه عاود تاني شويه تنمي صابوها حامله نيت، واتاكدوا نيت مي قال لهم الطبيب حامله وهذاك الشيء. مشينا درنا لها شهاده طبيه، مشينا عند الكاتب عمومي، مشيت عند الكاتب عمومي، جا عاود تاني بو هاد السيد هو ونسيبته وعائلته والمهم، وهاد هاد العربي راه هو اللي معاهم، هاد العربي الهوير راه هو اللي معاهم، ودرته في المقال بان راه جا كيحزرني، راه كاين في المقام، جات يحزرني قال لي كون جوجتو علاش غتخلي هاد الدريه غتضيعها وغتضيع هذا. قلت لهم صافي انا القانون غنديرو. جا قال لي هذا الراجل الكبير بو كريم، قال لي سلم عليا، قلت ما نسلمش عليك. قال لي وهنا مالي، وانا راه حنا بغيت غنجوجهم وكذا وهذه، وراه كاع الناس كيديروا هكا والناس كدير هكا. قلت لهم انا ما غنديرش هكا، انا غندير القانون. يعني هنا انت رفضتي بانه واخا شكرا لك، باقي عندي سؤال غنشوفه مع الام الله يفرجها لك. هذه القضيه اللي قالوا لي ديال الوليد اللي تزاد دابا كيشبه الواحد في هذا اللي مشدودين، كيفاش كتشوفي انت هذه القضيه؟ تنقول وقيلا تيشبه هذا المول الوليد، بحال هذاك الصورة ديالو تنقول تيشبه ليه. يعني نفس الكلام اللي قال محمد واللي قال ولدو واللي قال تيشبه ليه الصورة ديالو بحاله.
الله يفرج عليكم يا ربي، راه جاوبتيني الله يفرج عليك يا ربي. نتوما مقبلين ان شاء الله الخطوات الاولى في التقاضي، الله ينصفكم يا ربي ويجيب الحق مشاهدينا الكرام. مشاهدينا الكرام اللي تنوي راي العام اكثر في الموضوع، الملف لا زال عند قاضي التحقيق بطبيعه الحال في استنطاق التفصيلي، وكذلك الدور ديال المحاميه اللي غادي تطالب بلادين بطبيعه الحال لاتمام الاجراءات. من هو اب هذا الطفل؟ مشاهدينا الكرام لازلنا على تتبع هذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد. مشاهدينا الكرام تعلق المواطن، شكرا لكم.